تطلع في ورقة مدروسة، في خطة مدروسة من ناس أخيار من أهل الكويت، من الاقتصاديين الماليين، وأكثرهم من حقيقة شباب عندهم أصحاب خبرة وأصحاب كفاءة وأمانة فيها، ويضعون لك ورقة فيها وتمشي على 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 ده. وأولها يعني أنت اليوم يعني شوف المصاريف الزايدة، اليوم تأمين صحي وفي علاج هناك مجاني، عندك 200 مليون كلها نفقات فيها، علاج بالخارج ايش كثر ياخذ؟ وبالتالي يعني اكو خطوات. اول شيء المفروض يوقف العلاج بالخارج كليه، علاج بالخارج كليه يفترض شو يتعالجوا الكويتيين كليه فيها، مالك فلوس مالك فلوس. بتقول لي والله امراض معينه متى ما فتحت الاستثناءات راح تنفتح كل شيء. لذلك هني يعني. هني ليش انا يعني طبعا يعني شوف انا اعتقد يمكن الجراح في حالة مرض لما يكون عنده شخص مريض وهذا ويجد انه والله ما في مجال طبيا الا بتر هذا العضو ولا يروح الريال، بالتالي يسلمونه هلا في البتر وهذا عشان تحمي الحياة. اليوم انت بلد ما عندك الا مورد واحد النفط، وهذا اسعاره اليوم 16 او 2 او 20 هذا، شلون متعيش؟ ما عندك جايينك في خلال اظن 5 سنوات نعم 100,000 طالب وظيفه جديد. بس محمد اليوم انا جديد نعم لما تسمع مثلا رياض العدساني، تسمع السيد عدنان عبد الصمد يقول لك ان احنا في خيارات. اول شيء يقول لك ان احنا وضعنا المالي متين لان عندنا صندوق اجيال قادمه من افضل الصناديق قد تكون عالميا، فبالتالي احنا وضعنا الاقتصادي ليس سيء. يعني احنا ما احنا سيئين يعني ما احنا بهالسوق. نعم ها لا ما احنا بهالسوق، لكن انت هذه مو كاش موجوده فيه، مو كاش يعني سيا وقت ان انا استفيد من الصندوق يعني لمتى يقولوا شيء يعني. ايضا مو كاش، كلها اموال مستثمره. اليوم اسعارها ايش كثر؟ بتسيلها هل وقت هذا تسييل ايش كثر؟ زين بس في بدال اللي ب 100 صار يمكن الحين 20، ليش ما نشوف بدال يعني لما طرحت اليوم نعم. اللي فيه 100، فبالتالي انا اعتقد يعني اليوم الاستمرار يعني انت اليوم تتخذ خطوه قد تكون قاسيه. نعم لكن البدء قاسيه لكن حق المستقبل. يعني لا يمكن ان نكون انانيين، ما يمكن ان نكون احنا انانيين. احنا عشنا في ظل الكويت الله يحفظها ويحفظ اهلها في رخاء ونعمه، ناكل هذا كله ونقول بالطقاق حق عيالنا ومستقبلنا ومستقبل عيالنا، هل مطلوب هذا؟ لا بس الحين سؤال، انت واضح من كلامك ان انت مع توجه الحكومه في قضيه اقرار الدين العام. انا اعتقد ان ما عندك خيار. انزين ما عندك خيار ليش؟ لان انت ما عندك خيار في ظل هذا الوضع، تراجع اسعار النفط، وضعك المالي عندك صحيح احتياطي الاجيال جيد. انزين خلنا على احتياطي بس، بالتالي ايضا عندك الاموال المستثمره عند النفط وعند البعض يتكلم هذه الاموال الارباح المحتجزه اللي عند النفط والبنك المركزي يقدر يسلف مليار ونص والارباح المحتجزه لازم اوقف المركزي لازم يسدها خلال سنه. اوقف ايضا قضيه استقطاع ال 10% للاجيال القادمه، تقدر توفر، ليش على طول رحتوا على الدين العام؟ هذا حتى لو وفرت انت تتكلم عن حاله انيه ولا حاله مستقبليه؟ حاله انيه ممكن تعالج تاخذ مني وما اخذ مني ها سنه سنتين ثلاث زين، وبعدها اذا ليش على المستعيلين؟ خلينا ننطر على سنه سنتين بعدين نشوف الدين العام وبعدها. وبالتالي يعني انا اعتقد بدل ما تسيل بدل ما كذا انت تحتاج هذا، فبالتالي عالج بالقانون قانون اضبط نصوص المواد حتى الاغراض اللي بيستخدم فيها هذا الدين. وانت الدين ما راح تقدر الدول تقرضك 20 مليار مره واحده، احمد ربك ان حصلت على 5 ولا 3 ولا 4 في ظل الوضع، في الوضع